أحبائي، سعد لي صباحكم. أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. بونجور تو الموند، جود مورنين، بونجورنو. محتوى فيديو اليوم مثل ما شفتوا هو أحد المواضيع اللي عرضتها، لكن لا تخافوا مواضيعكم جاية إن شاء الله، يعني اليوم وغدا. أولا قبل أن أبدأ في موضوعي، حبيت أشكركم على كلمات الدعم والحب اللي خليتوها لي على المنتدى، ونحب نعرفكم إخلاصا مني ليكم أنني كل ما تختلط أموري النفسية وكل ما أتعب نروح نقرأ شوية تعليقات، وهذا يعطيني جرعة، جرعة من الطاقة، جرعة من القوة، جرعة من الحب. وأحيانا تعرفوا الإنسان يعني به نوازع بشرية، بمعنى قد يتكاسل أو قد يتقاعس عن أداء مهمته فيقول وأنا وش دخلني في الناس، خليني منهم. فكل ما يجيني هذا الشعور نروح نقرأ تعليقاتكم، وأنا أشكركم لأنكم في نهاية المطاف تحطوني على الطريق السليم. وأعدكم إخلاصا مني لكم كذلك أنني راح نعدلكم مجموعة من الفيديوهات بالذبذبات المناسبة لكل المشاكل التي يعاني منها الإنسان بصورة عامة، مثلا قلة النوم، الدخول في حالة تأمل، إفراغ العقل الباطن، ترميم الخلايا العصبية، إصلاح عقد الطفولة أو تخفيف من عقد الطفولة. كل هذه المشاكل اللي تعاني منها واللي قريتها في تعليقاتكم، أنا نوعدكم أنني راح نحضر لكم ليستة من الفيديوهات بالذبذبات المناسبة ونحطها على قناتي، فكل واحد يشوف الشيء اللي يعاني منه ويروح يسمع الموسيقى اللي حطيتها له. أوكي؟ طيب نبدأ في محتوى اليوم. اليوم سأحدثكم وأعطيكم نظرة شاملة عن نظرة شاملة مثل ما تعودتوا عليا. أنا لن أعطيكم نظرة نفسية فقط، يعني مش رح تكون نظرة من علم النفس فقط، بل نظرة روحية وفلسفية كذلك للرجل المتعدد العلاقات. أوكي؟ أولا هذا الفيديو هو عبارة عن classification مع الأسباب والنتائج، يعني رح نعمل لكم classification للرجال المتعددين العلاقات، نعطي لكم السبب لرجع هذا الرجل متعدد العلاقات، ونعطيكم نتائج هل يعني هذا الشخص فيه أمل أو لا، يعني هل ممكن هذا الشخص يرجع إنسان عادي أو لا. لأنه الرجل المتعدد العلاقات وحتى المرأة المتعددة العلاقات هم ناس غير طبيعيين، لازم تعرفوا أنهم ناس غير طبيعيين. يا إما عندهم اختلال نفسي مثل النرجسي اللي حنتكلم عليها الآن، يا إما عندهم اختلال روحي. أوكي؟ طيب أول فئة مصابة بتعدد العلاقات هي فئة الرجل النرجسي. النرجسي هو أول الأشخاص متعددي العلاقات، العلاقة عنده تساوي الجنس بكل بساطة. هو لازم تعرفوا كذلك جملة تخلوها في أذهانكم لا تروح، هي أنه متعدد العلاقات هو شخص له إدمان. It's an addiction يا جماعة، هذه تعدد العلاقات هو إدمان، يعني مثل الشخص المدمن على الكحول أو على السجائر أو لا أدري على أي شيء. هذا الرجل عنده إدمان على النساء، يعني بكل بساطة. قلت النرجسي أولا مدمن على الجنس، لماذا؟ لأنه مغرور، يحب نفسه، يحب أن يكون دائما محاط بمجموعة من النساء حتى يرضي هذا الغرور. يعني كذلك هو في الغالب يعني لما يروحوا عنه ضحايا، بمعنى النرجسي عايش مع امرأة معينة ثم هذه المرأة انتفضت وذهبت عنه، فهو يجب أن يستبدلها بضحية جديدة. يعني هو في الغالب كل ما رحت عليه ضحية عوضها بضحية جديدة، وكل ما كنت أنت كامرأة مختلفة عنه دينيا واجتماعيا وأخلاقيا وكنت صعبة أو قوية، كل ما زاد حطك في ذهنه. يعني النرجسي تصبحي بالنسبة ليه هدف لازم يلحق ليك بأي طريقة كانت،
لماذا؟ لأنه يعشق تحديات، هو يحب لي دي فيه، يحب كل التحديات اللي ممكن يعيشها. هذه ساليكسيت، هذه تعطيله اكسايتمنت، تعطيله نشوة، شعور باللذة، هو يجري مرضحيته، هو يحاول يقنعها إلى آخره. فإذا كنت مثلا أنت، نعطيكم مثال، إذا كنت أنت مثلا ترفضين ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، يعني بصورة عامة، راح تكون النرجسي مهمته في الحياة هو إقناعك بالعكس، وهو في الغالب لا يحب النساء. لاحظوا، هو ما يحبش، هو لا يحب أبدا النساء، بل في الغالب، يعني لما نقول في الغالب بمعنى هناك نرجسيون ثابتون أقل من هذا النرجسيين، لكن بصورة عامة أكيد أن النرجسي لا يحب، لكن هناك نرجسيين لا يغيرون الضحايا، بمعنى يقعد مع امرأة مثلا 20 سنة 25 سنة حتى يقتلها، يعني لما يدفنها يحطها في القبر ثم يرتاح خلاص ويروح يدور على امرأة، على امرأة أخرى أكيد يعني. لكن قلت بصورة عامة النرجسي لا يحب النساء، بل يعتبرهم مجرد أدوات رخيصة لممارسة الجنس، like a sex toy، لما مثل ما نقوله باللغة الإنجليزية، ثم يلقي بهم في سلة المهملات. يعني بالنسبة ليها like، يعني هي garbage، مجرد وسيلة عاش معها أيام ثم ما يحتاجهاش. وهو في الغالب ينتقل هكذا من واحدة إلى واحدة إلى أن يموت. النرجسي ما فيهش أمل يا جماعة، يعني يا إما يموت أو يصاب بمرض جنسي، يعني واللي غير قادر على ممارسة الجنس. قلت يا إلى أن يموت أو يصاب بمرض جنسي منتقل، يعني مثلا ممكن يصاب بمرض جنسي منتقل، يعني بسبب انتقاله بين النساء وبين النساء يعني البائعات الهوى إلى آخره. وهذا أكيد سيوقفه في أحيان نادرة، أحيان نادرة قد يصحو النرجسي روحيا، يعني ممكن نقول 1% قد يصحو النرجسي روحيا. ومثل ما قلت الآن هذه حالات نادرة جدا جدا جدا، يعني ما لازمش تأخذوها بعين الاعتبار. هو في الغالب لا يحب العلاقات الطويلة، يريد دائما فقط ممارسة هوايته ألا وهي الاصطياد، ثم ماذا، يستمتع نوعا ما بضحيته أو بفريسته بعض الأسابيع ثم يروح يدور على واحدة أخرى. فالخلاصة هنا أن هذا الشخص لا يعرف العاطفة ولا الحنان ولا الصلة الروحية ولا أي صلة عائلية، ولا يحب في الغالب الارتباط، يعني سواء الارتباط العاطفي أو الارتباط المادي، يعني بالزواج أو ما شابه. ممكن يزوجوا عائلته، يعني ممكن العائلة تزوجه، لكن راح يمارس نفس الممارسات على مرته وعلى النساء اللي يعرفهم بعد مرته. أوكي؟ فإذا هو لا يعرف أي شيء يتعلق بالحب، هو بكل بساطة السكس ماشين، هو آلة للجنس. السؤال هنا هو هل هذا النرجسي، هذا الرجل النرجسي سعيد في الجنس؟ الإجابة هي لا. النرجسي مضطرب عقلي، تجربته الجنسية محدودة جدا، يعني محدودة في القذف مثلا، يعني ما عندوش أبعاد أخرى للجنس. أوكي؟ لازم تعرفوا هنا بين قوسين أن الجنس الحقيقي أبعد بكثير من العملية البيولوجية التي يتصورها الرجال، ألا وهي القذف. لا أبدا، هذه عملية بيولوجية، لكن الجنس أبعد بكثير مما يصور في الغالب في الأفلام الإباحية وأفلام الجنس، اللي أنا شخصيا أعتبرها أحد أكبر التجارات في العالم، التي حطمت ولا تزال تحطم مفهوم الجنس في العالم بأسره. الجنس مقدس، الجنس مقدس. لماذا؟ لأن الله جعله وسيلة لزرع الحياة، لكن المجتمع اليوم، مجتمعنا اللي عايشين فيه أنا وياكم اليوم، للأسف
للأسف إيزون عملوا وش ما يسمى شيطنة الجنس، إيزون ديابوليزي لو سكس، يعني دخلوا فيه أطفال ودخلوا فيه لا أدري أمور عجيبة غريبة، وبالتالي حاد الجنس تماما عن معناه الروحي وعن معناه السامي إلى آخره. اليوم الناس للأسف تقريبا 80% يا إما مرضى جنسيا، يعني عندهم يعني فانتازمز هو ار نوت يعني سيك مرض، يا إما عاجزين جنسيا يا إما جاهلين تماما بالجنس. هذه هي الثلاث فئات الموجودة اليوم، يعني قلة نادرة إن ما نجد أشخاص يعني عندهم علم حقيقي ودرسوا أو حاولوا يدرسوا لا سيكسواليتي أو الجنس بصورة عامة. اللي حب يدرس بين قوسين هنا سواء الرجال أو نساء، الكلام موجه للجميع، اللي حب يدرس الجنس الحقيقي لازم يقرأ كتب في علم النفس عن الجنس، عن التانترا مثلا، لا سيكسواليتي تانتريك، أو يقرأ عن مثلا بالنسبة للرجال يقرأ مثلا الرجل ملتي اورجاسميك، لا ادري بالكتاب هو اسمه لوم ملتي اورجاسميك، كتاب جميل كذلك يحدث الرجال بصورة خاصة. كتاب اعتقد كاتبه اسمه ايليان او ايلوان، ايلوان سوري ايلوان غاف، كتاب موجود على امازون وموجود على موجود في جوجل بلاي، في جوجل بلاي ستور، يتحدث عن الطاقة الجنسية الذكورية. طيب أنا كملت مع النرجسي، أوكي. النرجسي كشخص فكره مشوه، وعقله مشوه ونفسيته مشوهة، فأنا يبديت به. لماذا؟ لأنني أريد أن أضعه جانبا. الآن رح نبدأ في التعدد العلاقات عند الصنف الثاني من الناس. الصنف الثاني من الناس اللي عنده تعدد العلاقات كنت حدثتكم عليه في الماضي هم الرجال الذين تعرضوا للخيانة، عندهم ألم روحي للخيانة لما كانوا صغار. ففي الغالب هذا الرجال عندهم مشكلة مع الجنس الآخر، لكن هم يفون كوليكسيوني لي فام، الرجال هذول غادي يحطوا بجنبهم اكبر قدر ممكن من النساء. واذا حبيتوا اللي التحق بقناتي جديد، عندي فيديو في قناتي اسمه الخيانه، فاحسن انك تشوفه قبل توقف هذا الفيديو ترجع تشوف فيديو الخيانه حتى تفهم عن ماذا اتحدث، اوكي. هذا الرجل بمقتضى الالم الروحي الذي عانى منه وهو طفل صغير سيحب لو يجمع كل نساء الأرض إلى جانبه حتى يحرم الجنس الآخر اللي هو الرجال، جنس مثله، حتى يحرم الرجال منهن. هو مشكلته مع نفس جنسه، يعني مع الرجال، هو يكره الرجال لأنهم حرموه لما كان صغيرا من أم أو معلمة أو صديقة إلى آخره. أحياناً المرض الروحي هذا قد يصيب الأطفال أو الرجال في مرحلة المراهقة، فقد مثلا يكون مراهق حب واحدة مثلا أكبر منه، فقالت له لا يا ابني مثلا أنا أنت صغير وأنا متزوجة وأنا أكبر منك وما وهذا الشيء ما يجوزش إلى آخره. هذا كذلك ممكن يركب له عقدة من الرجال، يعني من الرجل، هذا الرجل الذي سرق حبيبته في نظره أو في عقله الصغير، أي شيء من هذا النوع. كذلك نضيف لهم الأشخاص أو الرجال اللي تعرضوا إلى مشاكل جنسية لما كانوا صغار، تحرشات جنسية، اعتداءات جنسية إلى آخره، ممارسات جنسية غير سليمة إلى آخره. فإذا كل رجل عانى من مشكل جنسي طفولي راح ماذا؟ راح يعمل كوليكشن للنساء. لماذا؟ لأنه يريد أن يعوض، يريد أن يعرف ما هو الخلل في روحه لكنه لا يستطيع، فرح يعوض هذا الخلل الروحي اللي عنده، يعوضه بماذا؟ بجمع النساء.
تقولوا لي هنا فهو شبيه بالنرجسي، نقول لكم نعم يس. الرجل اللي عانى من الخيانة عنده شوية نرجسية. نعم كلامكم صحيح، وأكيد فكركم صحيح. لماذا؟ لأنه الرجل المتعدد العلاقات مدامه مدمن على النساء فأكيد فيه شوية نرجسية. أوكي؟ طيب هذا الرجل هل فيه أمل؟ يعني هو في الغالب مثل النرجسي. لماذا؟ لأنه يستعملهم لتلبية نزواته، يعني لما يحتاج امرأة يدخل في علاقة، ولما يكره منها يشوف علاقة أخرى إلى آخره. هو في الغالب لابس ماسك الخيانة، يعني مش رح يحب. أكيد ليس هناك عاطفة. ممكن يحدث أحيانا أن يتعلق بامرأة أكثر من امرأة أخرى، قد يحدث هذا، ولكنه في الغالب هؤلاء النساء وهم نساء مؤقتات، يعني هي علاقات سطحية. أوكي؟ قد يميل هذا الرجل في الغالب إلى اعتماد ما يسمى بال sexual idol، أو بمعنى امرأة يحب يشوف امرأة جميلة عندها مميزات جنسية وجسمية معينة، فقد مثلا تلفته المرأة الجميلة أو المرأة يعني اللافتة الأنوثة إلى آخره. لا أدري، مثلا يحب مثلا تكون شريكته تشبه مثلا لا أدري هيفا وهبي أو أي موديل هو عامله في راسه في ذهنه. يعني هو يكون عنده موديل جنسي في الغالب، هذا الرجل يتعرض للخيانة يكون عنده موديل جنسي وضعه في مخيلته، فيبقى دايما طول حياته هو يجري مر هذا الموديل، يدور عليه، يبحث عليه في جميع النساء اللي يعرفهم. أوكي؟ في الغالب هؤلاء الرجال كل ما يتعرف على امرأة جديدة يقولوا تعرفت على قنبلة جنسية، إنه بومب سكسوال. لكن في الغالب هذه هي فعلا قنبلة هذه السيدة، لكن في الحقيقة هي قنبلة في روحه وفي عقله وفي نفسيته. هو رجل مريض، يجب أن يعرف بأنه مريض، وبأن هناك وبأن به خلل روحي، يعني ويل يون ماس، يعني هناك التماس حراري أو التماس طاقي عنده هو كمشكل، مش عند هذه السيدة التي أثرت الجنس لديه. أوكي أكيد. يعني قلت في الغالب هذا الرجل كذلك جاهل جنسيا، يعني لا يعرف يعني حد مقبول أو قليل من أساسيات الجنس، فيعني فهو حين يمارس الجنس مثلا مع أي شخص أو مع أي امرأة، يعني راح يمارس الجنس دون بوجود رغبة جنسية قوية أكيد، يعني ولكن دون أن يحدث لديه اختلاف بالمقارنة مع النساء الأخريات. تعرفوا لماذا؟ لأنه هو عنده خلل، عنده مشكلة، هو يدور على المثال الذي ضيعه لما كان طفلا، ولكنه لا يجده في كل هؤلاء النساء. وأكيد هنا عنده مشكلة كذلك هذا الرجل، أنه رح يتبادل الطاقة مع المرأة التي مارس معها الجنس، ولما يصبح عنده سيصبغ روحه بطاقة هذه المرأة، ومع الوقت يعني مع الوقت راح يعني النتيجة أنه إذا مارس الجنس مع الكثير من السيدات راح يصبح مثل المنشفة اللي فيها كل ألوان الصبغة وفيها كل الشوائب، يعني مش راح يميز طاقته من طاقة النسوة اللواتي مارس معهن الجنس، يولي سيعافو نفسه مع الوقت. يعني مثلا لما يلحق 40 سنة أو 45 سنة راح يشوف روحه شخص، يعني شخص وسخ مثل ما يقولوا إخوتنا المصريين، شخص يعني رأى جميع النساء، ويترتب عن هذا شيء قوي، شيء رهيب راح يحدث له، هو أنه راح يحدث له مشكل جنسي. إنه غا بلو أنفي دو فيغ لامور، ما يوليش عنده رغبة في ممارسة الجنس، لأنه خلاص هو رأى جميع النسوة بجميع الطباع بجميع الأصناف بجميع المستويات بجميع الألوان، فيولي عنده حالة من الترف الجنسي التي تؤدي إلى برود
ويولي عنده مشكلة عدم القذف، بمعنى يدخل علاقة جنسية وما يقدرش يكملها، لا يستطيع أن يقذف في نهاية العلاقة أو قبل نهاية العلاقة. وللأسف هذه مشكلة عويصة، يعني مشكلة بيولوجية لكن أصلها نفسي روحي، والمشاكل اللي أصلها روحي هي مشاكل عويصة. فحذاري، أنا نعطي لكم يعني اللي سمع هذا الأوديو على طريق الصدفة، فأنا أحذرك، لأنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة سيكون من الصعب عليك، من الصعب عليك أن تحل هذا المشكل. طيب سؤال هنا، هل هذا الرجل فيه أمل؟ نعم، الإجابة هي نعم، هذا الرجل فيه أمل، فيه أمل أنه يصحو نفسيا وينظف طاقته الجنسية من الطاقات الدخيلة، ويحب امرأة واحدة ويبقى معها لفترة طويلة. إذا وقع هذا الرجل في حب امرأة قوية وساعدته جنسيا ونفسيا وطاقيا، رح يخرج من هذه الأزمة ورح يولي إنسان آخر، يولي رجل نظيف طاقيا، ويولي رجل يمارس حب روحي أو يمارس جنس روحي. وهنا إذا الرجل هذا التقى مثلا بتوأم روح، فأكيد يعني نأكد لكم 100% بأن هذا الرجل ستخرج روحه إلى الضوء، يعني رح إلفايت صوفي، هذا الرجل ستنقذه المرأة التي سيعرفها أو توأم روحه، المرأة هذه اللي عرفها رح تخرجه من هذه الطاقة هذه. النوع الثالث الآن هو من الرجال كذلك اللي عندهم إدمان لكن بدرجة أقل، هو من الرجال الذين لا يكتفون بامرأة واحدة، يعني هذا أي متعدد العلاقات، لكن مش من النوع اللي يعرف 200 امرأة في العام، لا، ممكن يعرف 3 أو 4 نساء في العام، لكن كيف ندخلوه في نفس الزمرة، يعني أنه ملتي غلاسيونير. وإذن هم الرجال الذين لا يكتفون بامرأة واحدة، هذا في الغالب أسوأ حالا من الأولين، لأنه هذو ضايعين، هذو عايشين في الإيجو، عايشين مع الجسم فقط، ما عندهم ولا كونكشن مع الروح، nothing. يعني هذا الرجل يلتقي بامرأة تعجبه يروح يمارس معها الجنس ويرجع للدار، يعني حالة حيوانية بحتة، لا أدري كيف أصفها، لكنهم للأسف الشديد هم أسوأ حالا من الحالات، حتى أسوأ حالا من النرجسي ومن الرجل تعرض للخيانة. الخلل فيهم هم يبحثوا دائما عن المرأة المثالية، يعني يقول هذه طويلة بزاف وهذه قصيرة وهذه سمرة وهذه بيضة إلى آخره، هذه جسمها لا يعجبني أو هذه لا أدرينا. السؤال الحقيقي هنا اللي لازم تطرحوه لأنفسكم، هذا النوع من الرجال، هو هل المشكلة في أنا كشخص أم فيها أم كل هذا النساء اللي عرفتهم اللواتي عرفتهن لا يصلح؟ لأنه هذا الرجل في كل مرة يدخل في علاقة مع امرأة 2 ولا 3 وبعد يقول هي لا تصلح لسبب ما. فاسأل نفسك أنت كرجل هذا السؤال، هل هؤلاء كل هؤلاء النساء اللي عرفتهم مش ملاح وانت فقط اللي مليح؟ أكيد لا، الخلل فيك أنت، الخلل موجود فيك أنت، أنت عايش بجسمك، عايش بجسمك فقط مثل الحيوان. حتى الحيوان أحيانا قد يدافع عن الأنثى عنده. هذا النوع من الناس في الغالب يلحق 50 سنة أو 60 سنة ويشوف طاقته الجنسية تدنت، ويصبح كل مجنون يشتري الفياغرا ويشتري كل أنواع الحبوب اللي تعلي طاقته الجنسية. لماذا؟ لأنه لا يرى نفسه خارج إطار الجنس، وللأسف لا يملك حتى أدنى مقومات الجنس الصحيح، هو لا يرى نفسه خارج طاقته الجنسية. فإذا كل ما تعسرت أموره فكل ما لجأ إلى الأدوية ودخل في علاقة. وهنا نوجد الناس أو الرجال اللي عندهم 70 عام و60 عام ويروح يخرج مع بنت عندها 25 سنة أو لا أدري أو أقل أحيانا، وفي الغالب يقولوا هذا بالفرنسية لغوتور داج. لا أبدا، هؤلاء الرجال هم في الأصل متعددي العلاقات، يعني مش لغوتور داج هي ظاهرة
مؤقتة، تدوم لفترة مؤقتة لكن هذه مزمنة حتى تفرقوا. يعني الرجل الذي يعود إلى الوراء أو اللي عنده غتغداج يعيش هذا لفترة مؤقتة، لكن هذا الناس يعيشوها الجنس عندهم هو كل حياتهم، وتغيير شركات أو شركاء الجنس بالنسبة لهم هي أكبر لذة ممكن يعيشوها في حياتهم. وهنا قلت والآن السؤال، هذا الرجل هل فيه أمل؟ الإجابة هي نعم، هذا الرجل فيه أمل، فيه أمل أنه يلتقي بسيدة يوجد فيها، ممكن يلتقي بها في سن متأخر، يعني لا أدري، يلتقي بها هو عمره 40 أو 45 عام إلى آخره، يلتقي في بسيدة فيها مواصفات تجذبه أو مواصفات تخرجه من الإيغو وتخرجه إلى الجنس الروحي أو إلى العلاقات الروحية الأكثر وعيا والأكثر عمقا، ويتغير هذا الرجل. نعم ممكن يتغير ويصبح شخص آخر، يصبح لا يعيش فقط يعني بالنشوة الجسدية، وإنما يدور أو يبحث عن النشوة الروحية. في الغالب هذا الرجل دائما يدور يبحث عن نشوة جديدة لما يغير الشريك، لما يوصل إلى نقطة فهم، نقطة يفهم فيها أن تغيير الشريك لا يعني أبدا تغيير الإحساس أو السنساسيون بالنسبة للجنس، هنا رح يغير نفسه، رح يشوف ما هو الخلل عنده ويغيره، لأن العملية الجنسية هي شراكة مش فقط جسمية، هي شراكة عاطفية وشراكة روحية. في الغالب هذا الرجال كل ما يمارسوا الجنس، إذا كانوا مثلا مرتبطين حتى من دون ارتباط، كل ما يمارسوا الجنس مع سيدة جديدة، لأنهم عندهم آيدول يبحثوا عليه، كل ما يمارسوا الجنس مع سيدة جديدة رح يشعروا بالندم بعد الانتهاء من العلاقة، يعني نفسيتهم تصبح في الحضيض. هل يتوقف لما يندم؟ في الغالب لا يتوقف، يعني ممكن يشعر بالندم لمدة لا أدري شهر أو أسبوعين أو 3 أسابيع، ثم يعود إلى نشاطه الجنسي مرة أخرى، يعني كل ما رجعت عنده الرغبة الجنسية سيعود ليتعرف على امرأة أخرى لنفس السبب. في هذا الطاقة كذلك آخر نوع رح ندخل الرجال الذين يتبادلون زوجاتهم مع رجال آخرين، ها؟ هذه ظاهرة موجودة في العالم الغربي، ليشانجيزم، تغيير الزوجات. وندخل كذلك الرجل اللي عنده مجموعة من النساء في حياته بصورة دائمة، ويعمل يعني كل مرة يغير، مثلا هو دائما عايش بثلاثة ولا أربع نساء، وكل مرة يغير واحدة ولا اثنين ويحط مكانهم كما الجوكر، يعني مثلا عنده 2 ولا 3 ثابتين نوعا ما، وكل مرة يزيد واحدة ولا اثنين يدخلهم هكا حتى يطعم الجو، يعني يغير شوية من حياته. كل هذا الناس، كل هذا الرجال فارغين للأسف روحيا، يعني هم مجرد قوقعة فارغة ليس بها روح، عايشة بالإيجو وعايشة بالجسم، يعني يأكل ويشرب ويمارس جنس، هذه هي حياته، ما عنده شيء آخر. وطاقته في الغالب الجنسية مختلة، يعني عنده شاكرا الثانية أو شاكرا الجنسية مختلة، فكل طاقته يعني ونفديغ بلوكد في الشاكرا الجنسية، طاقته ما تمشيش في كامل جسمه، ما تعملش 8 تاع العالم الانتهاء أو علامة الانتهاء اللي تعملها الطاقة في أجسام العادية، طاقته هو محصورة، يعني محصورة في شاكرا العجز. أخيرا وكذلك نحب نضيف صفة، يعني من علم صفة انفاديغ ان بو بسيكولوجيك، هذا الناس، هذا الشخص اللي عنده 3 أو 4 علاقات في نفس الوقت هو شخص جبان. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يحب واحدة فقط من ضمن هؤلاء النسوة، ولكنه لا يجرؤ أن يترك
الأخريات بكل بساطة، لأن هذا يرضي غروره ويشعره برجولته. Ils se sont fiers، حس روحه يفخر برجولته حتى يبقي هذا النسوة. لماذا تتركني؟ بالنسبة ليه pourquoi، علاش نخليها تروح؟ لماذا تتركني؟ طول ما هي سعيدة معايا خليها تبقى معايا. وهو في الغالب لا يفكر في هذه المرأة مثلا، إذا لأن هذه المرأة بإمكانها مثلا أن تتزوج إذا كانت عزباء، أو بإمكانها أن تعمل أسرة إذا ما كانش عندها أسرة. وهو كذلك شخص أناني، وهذا كله لماذا؟ لأنه ناقص الثقة في نفسه. هو لما يكون محاط بهذه النسوة يحس روحه بلي كونفيون، سالو سيكوريز، هذا يأمنه، يجعله أكثر سعادة مع نفسه، أكثر سلامة مع نفسه. في الخلاصة يعني طولت شوية، الرجل المتعدد العلاقات يا إما نرجسي، يا إما خاين تعرض للخيانة، يا إما مدمن لا يكتفي بامرأة واحدة. وكلهم هذا الرجال اللي حكيت عليهم اليوم كلهم مرضى. أوكي، وأؤكد لكم بأن الحالات حالهم لا ينصلح إلا في القليل النادر. وأؤكد لكم كذلك أنهم لا يعرفون عن الجنس شيء ولا شيء، سي دي نول اون ماتيير دو سيكسواليتي. هذا الرجال في الغالب الجنس لديهم مجرد قذف، يعني قذف حيوانات منوية فقط، وهم كلهم ضعفاء جنسيا وحياتهم الجنسية قصيرة. يعني يلحقوا 40 45 سنة واللي عندهم الكثير من المشاكل الجنسية اللي ما تخليهمش يعيشوا حياتهم الجنسية بصورة طبيعية. هم في الغالب لا يثقون بأنفسهم، لذلك وتفاديا للأذى النفسي، ابعدي أنت كامرأة عن متعدد العلاقات بعد السماء عن الأرض. إذا عرفتي رجل متعدد العلاقات فاقطعي معه فورا، الآن قبل الغد، وهذا لصالحك ولصالح نفسيتك. مع السلامة أحبائي، سألتقي بكم في فيديو آخر للحديث عن الطاقة اليانغ الحديث عن الطاقة اليانغ. سأعطيكم خريطة هندسية للطاقة اليانغ، المشاكل فيها، نقاط الضعف ونقاط القوة. أحبكم جميعا، مع السلامة.